أصبحت الحاجة لإنشاء المطارات في المحافظات العراقية ضرورة ملحة للتقدم الحاصل في صناعة الطيران واختصارا للوقت والراحة في السفر لعموم الناس بمختلف أعمارهم وغاياتهم. إن إنشاء مطار كركوك الدولي وإنجاز أعماله بأوقات قياسية يشجع المحافظات الأخرى والتي لها موافقات إنشاء مسبقة جاهزة مثل مطار الموصل الجديد في حميدات وتكريت بين العلم والدور والأنبار في هضبة الحبانية. بالإضافة إلى عملية النقل، تساهم المطارات في توفير فرص عمل للشباب بكل مجالات واختصاصات الطيران ودعم للنواقل الوطنية والحكومية والأهلية، كما تدفع بالحركة التجارية والعمرانية المحافظات إلى أمام. حق إسماعيل عزاوي، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي في العراق.